Oh,
الحضور جميعا وحفظ الألفاظ والمسميات وفصل الترحيب معالي السيدة ليلى عود عبير عودة وزيرة الاتصال الوطني الفلسطيني. لما أرحب بمعالي الوزير المهندس سميح حبيلة رئيس الإدارة الفردية نابلس. أهلا بغرفة تجارة وصناعة نابلس. أهلا بطاقم وزارة الاتصال الوطني في هذه المحافظة. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الإخوة الكرام، أيها الحضور، باسم أسرة شركة مصنع الخلود المفروشات، باسم ربانها الحاج فراس قتلوني وإخوانه، أرحب بكم جميعا. أخص بالترحاب من حضروا إلى هنا من رام الله، وعلى وجه الخصوص معالي وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني السيدة عبير عودة. أهلا بك وبوزارتك وبطاقم المديرية هنا في محافظة نابلس. مرحبا بمعالي وزير المواصلات الفلسطيني. أهلا بك سيدي رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس الحاج المهندس سميح حبيلة. مرحبا بقبطان ومظلة العمل الاقتصادي في محافظة نابلس الحاج عمر هاشم. أهلا بملتقى رجال الأعمال. مرحبا بكل الوفود مع حفظ الألقاب والمسميات. كنا نود أن نرحب هنا بعطوفة اللواء أكرم رجوب محافظ هذه المحافظة السابق وحبيب نابلس الدائم. أرحب بكم جميعا وأشكره من على هذه المنصة. هذا الرجل الذي زار هذه الشركة منذ كانت أساسات وزارها قبيل الافتتاح وكان على تواصل دائم. وفاء منا أن نكرم هذا الرجل. أيها الإخوة، أرحب بكم. وهذا العرس الوطني الفلسطيني، هذا عرس تجاوز نابلس إلى حدود فلسطين. أهلا وسهلا بكم في حفل افتتاح أكبر معرض للمفروشات في فلسطين. بسم الله وعلى بركة الله أعلن افتتاح أكبر معرض ومصنع للمفروشات في فلسطين. أيها الإخوة الأفاضل، بآيات معطرة من الذكر الحكيم، أدعو الأخ المقرئ الشيخ كارب إلى المنصة لاستفتاح هذا الحفل وقراءة ما تيسر من كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. طيب الله الأنفاس. حضورنا الكريم، أقدم السلام الوطني الفلسطيني وأقول وأردد ما أقوله في كل مرة، معركتنا مع الاحتلال معركة بقاء وصمود على هذه الأرض. هم يريدون دولة بلا دولة وسلطة بلا سلطة وغزة بلا ضفة، ونحن نقول لهم خذوا حصتكم من دمائنا وانصرفوا على هذه الأرض، سيدة الأرض ما يستحق الحياة. مع السلامة الوطن الفلسطيني.
أرجو أن نبقى واقفين لقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار. حضورنا الكرام، هنا ثورة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، هنا عرين المفروض. أدعو الأخ فارس القتلوني لإلقائها باسم شركة مصنع الخلود للمفروشات، وقبلها أدعو الحاجة انفراس قتلوني إلى المنصة، وأنا أدعو هذه السيدة. أترحم على روح الحاج أبو فراس قتلوني، أقول له نم قرير العين، فوراءك فراس وفارس وعامر وفرسان وفاخر، خمس إخوة الآن نفخر بهم وترفع نابلس لهم القبعات. نحن اليوم في حضرتهم وفي عرينهم، كلمة الخلود يلقيها الأخ فارس القتلوني، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما توفيقي واعتصامي وثقتي إلا بالله. نحن في أسرة شركة مصنع الخلود للمفروشات بإدارتها الفذة، بإدارتها الحديدية والفولاذية. نشكر جميع من جاء إلينا مباركا، نشكر من جاء إلينا مهنئا، نشكر من جاء إلينا مشاركا، نشكر من جاء إلينا ليشاركنا هذا الحفل، هذا العرس، هذا العرس الفلسطيني الاقتصادي الذي نرفع به هامة فلسطين عالية بين الأمم، بين جميع الأمم. نحن فلسطين ليس بأقل من الشعوب جميعا. كما نشكر أيضا بالأخص معالي الوزيرة عبير عودة، ونذكر أخونا الوزير سميح طبيلة وجميع الحضور، ولا ننسى أيضا أخونا أبو عمر صاحب الكلمة القوية وصاحب القرار المتين الذي رفع فيه رأس نابلس عاليا. هذا المحافظ يجب أن يكون مثالا لجميع المحافظين. ونشكركم ونشكر حضوركم، وبارك الله بكم. باسمي واسم أخي صاحب اليد الطولة والعملاقة الحاج فراس قتلوني، وأخوه فارس، وأخوه عامر، وأخوه فاخر، وأخوه فرسان، ونشكر الله على كل شيء، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. طيب، في فقرة مش مرتبة مع الحاج فراس قتلوني ولا مع إخوانه. لم يجد العمال ولا الموظفون أجمل من كتاب الله عز وجل أن يهدوه للحاج فراس القتلوني، ولم يجدوا أجمل من قبة الصخرة أن تتوج في هذا الدرع ليقدم للفراس القتلوني وإخوانه. شباب شباب شباب
بنهني مصنع الخلود لافتتاح هذا المصنع اللي بنعتبره من المصانع الكتير مهمة ومن القطاعات اللي احنا مركز عليها لتطويرها كوزارة اقتصاد، ودليل على ذلك انه في عنا التجمعات الوقودية اللي هو مختص بتطوير قطاع الاثاث. فبنتمنى انه كل مصانعنا تكون بهالضخامة هاي وتشغل أكبر عدد من العاملين، ويكون لها تأثير كتير كبير على الاقتصاد الفلسطيني وعلى تلبية احتياجات السوق المحلي، وإضافة إنه يكون في فرصة للتصدير إلى الخارج. Thank you.
سعيد جدا اليوم أنا في افتتاح مصنع الخلود للمفروشات اللي أسسوه شباب من شباب نابلس العصاميين اللي بدأوا بحجم صغير واليوم حجم عملاق بهالمستوى هاي ومستوى عالي جدا من التقنية والمهنية في الإنتاج. شيء كتير كتير رائع. أنا بعتبره عرس مش بس لأصحاب المصنع، عرس كبير لأهل نابلس وإنجاز كبير لأهل نابلس، ومن حقنا ومن واجبنا نفتخر في هذا المصنع. من واجب الجميع دعم هيك مصانع وهيك صناعات وطنية، لأنه إحنا وصلنا لمستوى عالمي من الإنتاج اللي بضاهي أي بضاعة عالمية. فهذا وحتى طلعنا على الأسعار مناسبة جدا في مقدور الجميع، متناول الجميع. بدعو جميع الأهالي لدعم هذه المصانع، مصنع الخلود وأمثاله، المصانع الأخرى الموجودة في مدينة نابلس والتي ازدهرت مدينة نابلس في صناعة المفروشات بالآونة الأخيرة. مبروك لنا ومبروك لهم، وإن شاء الله بنشوف كمان إنجازات أكبر من هيك ونابلس ولادي. أهلا وسهلا. Thank you.